اسمي أردوان محسن خضر من منطقة يعني من مدينة سنجال قرية تل بنات. أول ما أخذونا على تل أعفر من يعني على المدارس يعني في ثلاث مدارس جنب بعض يعني كثيرين إحنا نسوان وجهال والزلم أخذوهم لحالهم يعني أول شيء بالموصل كنا يعني. لعبوا هذول الكبار اللي قرايبي بس يعني كبار صاروا هم واخذوهم على معسكرات يعني اكثر يعني تدريب على السلاح كل شيء يعني كل ما زال يتطور السلاح يعني ينطم على كل شهر هيك نوع شهرين سلاح يعني كل نوعيه جديده وهذول يعني القرايبي لعبهم عقولهم وسجلوهم على استشهادين بصدار موصل يعني طالعين هم اعرفهم من قرايبي امجد واسعد هم اساميهم يعني شلون هم كانوا معي يعني نفس المعسكر المدرسه يعني يسموه كان معايا هم أخذهم على معسكر ثاني علمهم على السيارة سواقة السيارة أسلحة إذا خاف يعني وحزام وهيك يعني بعدين يعني راح طلع بالإصدار شفتوه يعني ما قدرت أحكي شيء قلت الله يعني الله يتقبل وهيك خلاص غير يعني الماتم والمعارك وهيك والبالباغوز زاد يعني انحصرنا وسجلت أني بال يعني استشهاد يعني على أساس تروح بالباغوز يعني يعني بس مشان ينطوني اكل هيك يعني مشان ما اموت او هيك يعني سجلت معهم مشان يسلموني اكل يعني كل البس يعني طبعا باكستانيات يعني احنا نسميها قندهاريات على لغتنا تعلمنا من عندهم قندهاريات لهون وتلبس قناع وتحط رايه الداعش تلبسها وقت التدريب تاخذ سلاح مع كل شيء يعني تلبس درعين ومخازن على قد يعني ما تشيله هيك يعني اول شيء كان يدربون على السلاح يعني طلق صوتي بس بعدها يعني ضربت ايه ليش لا يعني اقول لك يعني وهسه تعلمت اعرف اضرب وكل شيء يعني ما راح انسى خاف اذا صار شيء معي اسوي اكثر حالته خوفتني وخفت من لولقتها هي قررت انه اطلع واني ما ادري شو ما يصير لي انه اطلع من الباغوز اشعافه وهيك انقصفت بعدها يعني كل ما زال يعني حاصل علينا وصوبت ما يعني ورا ظهري ورجلي هيك بعدها ادوني على المشفى يعني جوا الارض يعني خنادق ضمدوني على اساس ويش ترجعوني واني اهل يعني ربعي البقيه سنجارين ناقليهم على الباغوز خنادق يعني جاي يحفرون هم لا الدواعش يعني هذا اكثر شيء بلش عفوا هيك ابو عبد الرحمن اسمه ابو عبد الرحمن المغربي انقتل بالباغوز واني انهزمت من عندهم وقت من القتل سمعت قتل رحت ثاني ها هي قلت ها هي ما ظل احد يعني مثلا ابو بكر بغدادي ما اجى علينا خالص يعني يبعث رساله يعني مع الامير انه يسلم عليكم ويشكركم وما قصرت معنا هيك يعني يشوف فيديوهات يصورونه بس يعني قناع يعني بس ما نشروها لزين الحمد لله كل شغلنا صار أفو صورك انك كردي انك يزيدي مثلا خالص يعني كنت محافظ على هالشيء 17 يوم عندنا يعني صار مطلعون عوائل انا انهزمت من معسكرنا ما ظل اكل ويش يعني ربعنا هذول سلموا حالهم مازن وهذول بركات هذول ميلاد والبقيه سلموا حالهم هم يعني طلعوا قبلي قلت لهم انا ما راح اجي معكم خايف يعني كنت خايف منكم حيل لدرجه يعني ما توصف مش قادر ضبطت حالي سويت اخراج قيد سويت حالي سوري ورحت على المخيم صار لي سنتين مخيم يعني دبرت حالي وصرت اعيش يعني الحمد لله رجعت لكم يعني بعد هالسنتين اهلي المفقودين يعني اني وامي واخواتي هني بي اختي الكبيره موجوده بهدوك حاليا هي وابويا وخوالي وعمامي موجودين اما امي واخواتي البقيه مفقودين يعني لحد الان ما ادري عنهم ولا شيء وكان عندي اختي صغير مع بالروضه بالموصل واخذهم بعد ما التحرير يعني شافوها اهلي ويش واخذوها هسه هي حاليا يعني باستراليا